ركنة، حاول من خلال صامويل إيتو أولا وصامويل إيتو ثانيا، وقد لا حضر خروج كازياس، والآن متبادلة ما بين رونالدينيو وصامويل إيتو. اتحاد أخطر أخطر أخطر، انفراد الآن تلحق بالجول، جول ميسي، ميسي ليو ميسي ياتي ويسجل التعادل. حاول إيتو أولا وحاول إيتو ثانيا ووصلت إلى صامويل إيتو بعد ذلك، ووصلت في الأخير إلى ليو ميسي. ليو ميسي، ليو ميسي يشعل المدرجات، أشعلها الأرجنتيني ليو ميسي. وليو ميسي الآن يسجل الهدف الأول له في الكلاسيكو، الهدف الرابع طبعا في الليغا، لكن هو يلعب الكلاسيكو الثالث ويسجل الهدف الأول له في الكلاسيكو. لاحظ لاحظ العمل، لاحظ العمل الجميل والكرة، يا سلام، حلوة 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 اللقطة، حلوة حلوة اللعبة، صح وصلت صح وانحطت صح، كل شيء صح في هذه اللقطة. وبالتالي ليو ميسي الآن يسجل صامويل إيتو، ولكن للمرة الثانية يفشل صامويل إيتو من اصطياد وتسجيل الهدف. هذا صامويل إيتو، ومرة أخرى رونالدينيو ينطلق، ينطلق كالسهم رونالدينيو، ومباشرة هو يحطها، يتنحط ممكن تلعب بالجول. جول ثاني لبرشلونة، برشلونة يسجل الهدف الثاني. عجز صامويل إيتو، تألق رونالدينيو ويواصل التألق صامويل ليو ميسي، وبالتالي ليو ميسي يسجل الهدف الثاني له شخصيا في الكلاسيكو ولبرشلونة. برشلونة يتعادل من جديد، برشلونة يتعادل من جديد. وتسأل من عن الخطورة، تسأل من عن الخطورة، كل الخطورة من رونالدينيو، عمل وفعل وصنع الكرات إلى صامويل إيتو لكن لم يسجل. هو رونالدينيو ينطلق الآن مرة أخرى، ولاحظ رونالدينيو أولا حطها، استدت وتهيأت إلى ليو ميسي، وليو ميسي يأتي ويسجل الهدف الثاني. لاحظ مرة أخرى، لاحظ أيضا صامويل إيتو لمسة ممتازة لأن حول الكرة مباشرة إلى رونالدينيو. المتابعة، لاحظ المتابعة أتت من ليو ميسي بشماله في سقف المرمى، وبالتالي هنا رونالدينيو يعمل، هنا رونالدينو يشتغل. من تاريخ كبير في المباريات الودية في الليغا، في الدوري، في المباريات الودية في مختلف المناسبات، 10 مباريات عدد قليل من الحالات السلبية حتى هذه المباراة، وهذا ليو ميسي. أوه، عملها ميسي، عملها ميسي، عملها ميسي، عملها ليو ميسي. كل شيء ليو ميسي اليوم، كل شيء يعمل ليو ميسي. أولا ليو ميسي، ثانيا ليو ميسي، ثالثا ليو ميسي، وليو ميسي يأتي بالهاتريك. الهاتريك ما عجاب فان نيستلروي، يأتي به الفتى الأرجنتيني الرائع الشاب ليو ميسي، يأتي ويسجل 3 أهداف. هو لعب الكلاسيكو مرتين، اليوم الكلاسيكو رقم 3 وب3 أهداف في مرمى ريال مدريد، وأصبح هذا الهدف كأنه هدف الفوز لبرشلونة لأنه في الوقت بدل الضائع. لاحظ رونالدينيو، يا سلام يا سلام الانطلاقة، يا سلام الانطلاقة والمرور الرائع. لاحظ مرة أخرى، لاحظ مرة أخرى الانطلاقة والمرور والكرة اللي تنحط بهذا الشكل. لاحظ طلب الكرة، ومرة أخرى أيضا يحضر رونالدينيو في هذه اللقطة. وليو ميسي فتى برشلونة، فتى الأرجنتين، 19 سنة.